السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. وأول حاجة بيقابلنا في المنهج هو سورة المؤمنون. وطبعا زي ما احنا عارفين أن سورة المؤمنون سورة مكية آياتها 118 آية. يبقى سورة المؤمنون سورة مكية، وطبعا مكية يعني نزلت فين؟ في مكة. وآياتها 118 آية، طبعا هي كلها حفظ ويفسر منها الآيات من الآية 57 للآية 70 من السورة. يبقى الآيات دي كلها إيه؟ حفظ، وإحنا هنفسر منها الآيات من 57 ل70. قبل ما نبدأ السورة بتاعتنا لازم نعرف أهم موضوعات تناولتها الآية، بقى أهم ما تناولته الآيات. أول حاجة عندي هنبدأ نتناول صفات المؤمنين الصادقين. تاني حاجة رفض حجج المستكبرين عن عبادة الله وإقامة الدليل على فساد عقولهم. إقامة الدليل على وحدانية الله. إقامة الأدلة والبراهين على أن البعث حق. الذل والهوان اللذان ينتظران الكافرين يوم القيامة. وختمت السورة ببيان جلال الله تعالى وتنبيه الرسول إلى طلب المغفرة والرحمة من ربه. تعالوا كده مع بعض نستمع إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون صدق الله العظيم. تعالوا كده نأخذ بعض اللغويات. وقلوبهم وجلة أي خائفة من حساب ربها. بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوب هؤلاء الكافرين في جهالة وغفلة من هذا الحق الذي جئت به أيها الرسول الكريم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب حتى إذا ما أنزلنا العذاب بالمترفين الذين استعملوا نعم الله في المعاصي إذا هم يأجرون إذ هم يتضرعون إلينا بالدعاء فكنتم على أعقابكم تنكسون أي تعرضون عن آياتنا وتولونها ظهوركم باستهزاء
مستكبرين به سامرا تهجرون، معناها تعرضون عن آياتنا بغرور واستهزاء واستخفاف بكل ما هو حق. يبقى مستكبرين به سامرا يعني تعرضون عن آياتنا بالإيه؟ بغرور واستهزاء. أم يقولون به جنة. جنة هنا معناها جنون، وإحنا عارفين طبعا أن هم كانوا يدعوا أن الرسل أي رسول ينزل لهم بآية أو ينزل لهم برسالة أنه هو مجنون. تعالوا كده مع بعض نفسر الآيات. أول آية عندي أو أول آيات عندي بتبين صفات المؤمنين الصادقين. أول حاجة عندي بيقول لي إيه؟ قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وإحنا قلنا من شوية إن خشية ربهم مشفقون إن هم حذرون من عقاب الله أو خائفون من عقاب الله. يبقى أول صفة من صفات المؤمنين الصادقين أنهم من خشية عقاب ربنا سبحانه وتعالى وخوف من عقاب ربنا حذرون خائفون. تاني حاجة، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. معنى كده إن هم مؤمنون بجميع آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وقدرته. والذين هم بربهم لا يشركون، نفس معنى الآية اللي فاتت إن هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معنى كده إن هم دائما يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى فهم بعيدون عن الرياء. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هنا طبعا هم بيسبقوا أي حد في فعل الخيرات، يبقى يجتهدون في أعمال الخير. وكمان مش بس كده، قالك ان هم خائفون الا تقبل منهم، يعني هم دلوقتي بيعملوا اعمال خير وكمان خائفين الا تقبل منهم. ايه كمان؟ ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. معنى كده ان هم بيخشون التقصير في طاعه الله، يبقى هم دلوقتي خايفين ان يكونوا مقصرين في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. لا يكلف الله الانسان فوق طاقته وقدرته. احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان فوق طاقته، كل انسان حسب قدرته يعمل الاشياء، وكل ما يقوم به الانسان مسجل في كتاب الاعمال. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيسجل الاعمال البشر حتى يحاسب عنها الناس يوم القيامه. وكل ما فيه حق وصدق. طيب اما الكافرون بيقول لي ايه؟ الكافرون دول منهم في غفله، او بيقول لي بعض الكافرون هم في غفله، بل قلوبهم في غمره، اي في غفله وجهاله مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بدا الرسول الكريم يدعو الناس الى عباده الله الواحد الاحد، وانهم سوف ينالون غضب مين؟ من الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات بيقول حتى اذا اخذنا مطرفيهم بالعذاب، حتى اذا اخذنا مطرفيهم بالعذاب، ان الله سبحانه وتعالى سوف ينزل الله عذابه بالذين كفروا منهم، فمنهم يتضرعون الى الله، فاذا هم يجأرون اي يتضرعون الى الله مستغيثين، ولكن لن يفيدهم شيء لانهم يعرضون ويبتعدون عن ايات الله من قبل وينفرون منها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ويقول الله لو ان هؤلاء الكافرين تدبروا القرآن، اي انهم فهموا القرآن فهما دقيقا لاهتدوا الى الصراط المستقيم. طبعا ان الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى بعبادته ويمشون على الطريق الايه؟ المستقيم. ويقول الله انهم يعلمون صدق الرسول لانه يطابق ما جاء به الرسل من قبل، ولكنهم كارهون للحق لأنه يتعرض مع أهوائهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن الكافرين يعلمون صدق الرسول. طبعا هو عارف أن الرسول يقول بالحق وأنه جاء برسالة تدعو الناس إلى عبادة الله لأنه يطابق ما جاء به الرسل من قبله. جميع الرسل ما قبل محمد تدعو إلى أن هناك رسول يأتي ويكون خاتم الرسل، ولكنهم كارهون للحق، أي أن الكافرين كارهين للحق لأنه يتعارض مع أهواءهم وميولهم. خلونا مع بعض كده نشوف سؤال المتفوقين.
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أول سؤال عندي، فسر المعنى التالي: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. السؤال الثاني: ما صفات المؤمنين الصادقين كما جاء في الآيات السابقة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.